أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم بيت المصريين. معنا النهاردة فقرة المواهب وهنبدأ بيها. معنا النهاردة الشاعر محمد العزب. أهلا وسهلا بك يا محمد. محمد أنت منين؟ قرية كفر الشيخ طعيمة، مركز بركة سبع، محافظة المنوفية. أهلا وسهلا بك. أهلا بك. محمد أنا عايزك تكلمني عن نفسك، يعني إزاي موهبة الشعر بدأت معاك؟ أو أنت فكرت إزاي تبدأ تكتب شعر؟ يعني إيه الموقف اللي خلاك تفكر تبدأ تكتب في الشعر وتاخد موهبة الشعر يعني؟ تمام. هو كان والدي، أنا كنت متعلق بوالدي كتير جدا، فوالدي توفى وكنت حابب إن أنا أكتب له أي رسالة أو أي حاجة أوجهها لي يعني بعد وفاته، من كتر الخير اللي هو قدمه لي أو الحاجات الجميلة اللي هو عملها معايا يعني. فكنت بحاول اكتب له حاجه ما عرفتش اكتبها، زي ما يكون مثلا كده ربنا بيكرمك بشيء او ربنا بيعوضك بخير كتير قوي وتحاول انك تشكر ربنا على الخير ده، فما بتقدرش غير انك تقول الحمد لله مهما جمعت من الكلام او من الشكر ربنا في الاخر وتقول الحمد لله. فكنت عايز اكتب حاجه لوالدي، فما قدرتش ان انا اكتب غير اني اكتب نصايح اللي هو نصحها لي في الحياه يعني، او الكلمات اللي قالها لي، وكتبت بيها قصيده باسم بعنوان ايام زمان، كانت قصيده جميله جدا. ومن بعدها بقى الناس قالت لي اكتب كمل، انت كاتب حاجه حلوه عايزينك تكتب تاني طلع تاني وعلى كده الحوار يعني تم معايا الموضوع ده. طيب هو الشعر بتاعك بينتمي لمدرسه ايه؟ يعني مثلا العاميه، رومانسيه؟ لا العاميه. العاميه العاميه, العامية. طب حابين نسمع بقى قصيده ايام زمان دي؟ اتفضل يا محمد. حاضر. أيام زمان، سألت والدي عن أيام زمان، قال لي زمانكو ده يا ابني مش باين له كيان. الواحد فينا زمان كان يصحى الصبح بدري وعلى المغرب يكون زرع وقلع فدان. دلوقتي يا ابني الطفل بيتولد عيان. الله يعينكم على الزمن وعلى الأيام. كنا زمان بنشتغل بنكله وقرش ساغ. معقول يا حاج نكله وقرش ساغ؟ وكانت الحياه ماشيه بدون نزاع. يا ابني كانت الحياه كريمه والناس نفوسها عزيزه، ولو ربنا كرمك في شيء ما تلاقيش واحد يقول لك ادخل شريك. من الصبح بدري لقمه ناشفه مع جبن حادقه نفركهم زي الفريك. نشتغل لما تيجي ساعه الضحاوي تحت شجرة ظل نقعد ونتغدى ونشرب من القلة اللي كانت بتيجي في الجهاز، مش كولمان وتلاجة وزانوسي وتكنوجاز. واللي كان يخالف أبوه أو عمه كان فورا ينضرب بالعكاز. ولما كان يجي ساعة الجواز ما كانش يتشرف أبوها زي اللي من دولة ويقول لك سلسلة وخاتم ومحبس وبوشتين. هي زرعت القطن كانت بتجوز الولد والبنتين، والفرح كان عربية كارو وعليها جريتين، والناس كلها كانت بتفرح ومبسوطين، مش فرح في قاعة ومكلف بالملايين. وفي الصباحية كان كام فطيرة وفرختين، مش النهاردة تحمل عربية ولا كمان اتنين، ونص الحاجة اللي جاية عليك بالدين. يا ناس هونوا على بعض الشباب مش لاقين، ولا الأهل في العيشة مستحملين، مش لازم أن نقطع في بعض عشان نكون الدين. لا الشرع بيقول كده ولا حتى كمان الدين. الله يا محمد أحسنت، برافو عليك، أحسنت، جميل جدا. طب في قصيدة أنت كلمتني عنها قبل كده وراها قصة، القصة دي هي اللي خلتك تكتب القصيدة دي، أنا حابة أسمع الأول القصة. هي خلتني أكتب وهي يعني خلتني أكتب يعني هي كتبت كانت تاني قصيدة أكتبها يعني، هي يمكن اللي فتحت لي مجال إن أنا أكتب شعر يعني. يعني ناس كتير شجعتني بقصيدة أيام زمان وقالت لي اكتب كمل، وحد تناقضني، ويمكن التناقض ده هو اللي خلاني أكتب يعني. يمكن يعني الناس اللي قالت له كلها اكتب ما كنتش يعني ما كنتش مستعد كمان للكتاب، ولكن التناقض هو اللي خلاني أكتب. إن هي كان في شخص يعني فوق دكتور بشوية كمان قال لي الشعر ده، شعر ده لازم نكتبه راجل فيلسوف وراجل عميق وراجل وراجل، لازم يبقى في حاجة إنك تكون حاجة عالية قوي عشان تكتب كلام جميل. وقلت له بقى قصيدة هقول لك سر، فترد يعني على ايه؟ ان اي انسان جواه اي حاجه هيكتب، جواه اي موضوع هيكتب، جواه اي ظلمه هيكتب، جواه اي جرح هيكتب، فاي انسان يقدر يكتب، لان المشاعر هي اللي بتكتب.
يعني مش الكلام القلم. ده يعني شجعك ان انت تكمل طبعا طبعا وتكتب شعر شجعني. وتستمر. ورديت عليه بقصيده طبعا في وقت قصير جدا، وكانت اقرب قصيده واسهل قصيده كتبتها كمان، وهي كانت بعنوان هقول لك سر. طب ما تسمعها لنا يا محمد كده نسمع نشوف هنا. ايه. هقول حاضر لك سر عشان نعرف ايه السر اللي هنا ورا حاضر القصيده. اتفضل. هنا. كتبت كتير لاصحابي واولادي واحبابي، وكنت بقول ده شيء عادي، ما كل الناس بتتكلم وتكتب شعر وتغني كلام في القلب وبيطلع كما العادة. لأحبابك ولأصحابك ولجيرانك، وناس كان ليها ماضي معاك وناس عايشة الحاضر وياك، لكن هقول لك سر. إياك تكون فاكر إن اللي كتب قصيدة أو بيت شعر ده مرتاح، وتفضل تقول ده واد فالح ومش فلاح، لكن ده بيكتب من الوجع ومن اللي راح. ويمكن كان بيحب بنت الجيران، يمكن كان بيحب بنت الجيران وما حصلش نصيب فيها. أصل الحكاية لا بإيديه ولا إيديها. كتب فيها كم قصيدة وكم بيت شعر، وفي الآخر أهو نسيها. وراح شغله في يوم بدري، مديره نداه له تعالى يا فندي، كنت فين ساعة ما كان بيحصل ايه؟ ما قلتش ليه؟ ده مخصوم لك حوالي كام يوم، وكلمة كمان تكون مرفوض. وقف ساكت، ما هو مظلوم وهيقول ايه عن اللي فات؟ اللي فات هو مخصوم. رجع بيته كما العادة، قعد يكتب عن الظلم وعن الإهمال، لقى نفسه كتب صفحة بدون عنوان. فمش لازما تكون صحفي ولا دكتور ولا مهندس عشان تكتب كلام معسول. ايه حكاية مع رواية مالت كشكول؟ الله يا محمد احسنت، جميله جدا. وفعلا الانتقاد ده قدر يخليك ان انت تكتب كلام كويس جدا، وشجعك وخليك تقدم اكتر. شجعني جدا وطلع حاجات جوايا جدا يعني. ودائما انا بشجع التناقض يعني. انا يعني مش كل الناس اللي بتكتب لي كلام حلو بكون يعني، انا طبعا بكون مبسوط باصحابي واهلي وحبايبي ان بتقول لي كلام كويس، ولكن التناقض هو اللي بيولد جوايا الفكره، هو اللي بيولد جوايا الكلام، هو اللي بيقول جواه كل حاجه جميله. معنى كده ان انت بتتقبل النقد يا محمد، يعني أكيد النقد طبعا انت بتتقبله أكيد طبعا بصوره أكيد كويسه. طبعا طبعا بيخليك تكتب. أيوة طبعًا تتقدم. طبعا طبعا طبعا. ما حلو هو جدا. ما هو يعني الانسان لو ماشي في طريق ويعني لازما ما يعرفش الطريق ده كويس او لا، الا اذا اتشوك فيه او يعرف الطريق ده يتعلم. فالتناقض دائما هو اللي بيعلمك. يعني الكلام ده مش بيعرقل مسيرتك او بيضايقك او بي لا 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 لا، بالعكس ده بيولد جوايا فكره جديده وبيشجعني حلو جدا، وبكون مبسوط جدا بالتناقض يعني. برافو عليك. شيء طبيعي جدا يعني. حلو جدا طبعا. اكيد طبعا. طيب انت دايما يا محمد بتقول ان في قصايد قريبه منك او بتعبر عنك، وان انت ما بتحبش تتكلم عن نفسك كتير قد ما ان انت حابب ان القصايد بتاعتك هي اللي تتكلم عنك. تمام. ازاي؟ يعني انت في قصايد بتتكلم فيها عن نفسك، ولا مثلا كلام بيبقى قريب منك وبيلمسك؟ لا، هو في قصيده انا كنت كتبتها من فتره، بسبب يعني دائما انك تقعد مع اي حد يقول لك الحياه صعبه ومفيش معيش مش لاقي خلاص هموت، ومع ان الناس كلها مبسوطه والناس كلها عندها خير والناس كلها وما شاء الله البلد جميله وفاخر كتير جدا وكل الناس معاها فلوس والدنيا حلوه جدا. دائما تحس الناس تحكي لاي حد عايز يقول لك خلاص انا هموت معيش مش عارف اعيش. فحبيت اكتب حاجه باسم بعنوان الخير كتير، ان هو يعني الخير كتير يكفي 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 نعم ربنا عليك يا خير، بصرف النظر عن الحياه او المعيشه او اي حاجه، يكفي خير يعني خير ربنا عليك كتير قوي. يعني دايما انت القصايد بتاعتك بتاخدها من المواقف اللي حواليك. طبعا طبعا طبعا. طب ما نسمع كده الخير كتير. نسمع ربنا يكتر الخير يا رب. يا رب اتفضل. الخير كتير بس هنجيبها بس عشان ايه مش حافظين قوي يعني فضل. عشان خاطر ايه من ماشي. بسم الله. الخير كتير والهم كتير، وكل شيء اصبح طوابير، والطمع عاد في الصغير والكبير، نفوس الناس بقت مريضه، والود أصبح شيء معدوم،
والخلافات في كل بيت، في البيوت وفي السياسة وبين الصحاب، في الحب كمان أصبح خلاف. بإيدينا بنرخص كل شيء. يا بلدي حلوة يا مليانة بالخير، والله فيك الغلابة كتير، حياتهم صعبة ومليانة طوابير، وده شيء محتاج لتفسير، والغني ما بيساعدش الفقير، ودايما شايف نفسه كبير، نسى رب العباد وفات من عمره كتير بغروره وقوته، وده شيء خطير، والدنيا امتحان مهما طال العمر قصير، وهتاف امام رب العباد اللي اعطاك من الخير كتير، منين جمعت مالك ومنين اصبحت امير، اعطيتك الرزق وده كان امتحانك، زكيت عنك وعن اولادك، ساعتها هتقف ويخرس لسانك، لان اللي الدنيا لهتك وكان الخير قدامك، وبعتلك فرص كتير عشان تراجع اعمالك، لكن اللي ضيعك في الدنيا وفي الاخره هي افعالك، والخدم والحبايب مش هتلاقيهم قدامك، بلاش غرور يا ابن ادم، ده القبر عنوانك. الله يا محمد، الله. طيب محمد، انا عرفت ان انت كمان مهندس صيانه محمول، بجانب بقى موضوع الشعر. تمام. بتقدم نصايح دايما عن المحمول، انا عرفت كمان ان انت ليك قناه على اليوتيوب. أيوة، بتقدم فيها نصايح. أيوة. عن المحمول. أيوة. وصيانته. أيوة. انا حابه اعرف بقى منك ايه الموضوع ده، وازاي بتقدر توفق بين ده وده، يعني الشعر ووظيفتك اللي هي الاصليه صيانه. أيوة. المحمول. هو انا برفع فيديوهات يعني دائما بنصايح في كل شيء، هي على القناه يعني اكيد، يعني الناس كتير بتستفاد منها، هي على القناه اكيد، يعني اي حد متابع القناه بيشوف كل جديد فيها، وفيها نصايح كتير عن ازاي تشتري تليفون، ازاي تستخدمه، ازاي اكيد على القناه، وهتلاقي فيها يعني. مش حابب ان انا اتكلم يعني عشان ايه برضه ما اضيعش من وقت البرنامج بتاعكم، لكن ايه، هي القناه موجود فيها حاجات كتير قوي عن بتقدم فيها معلومات نصايح كتير قوي، أو معلومات يعني اللي حابب يشتري تليفون جديد مواصفاته ايه. بالظبط كده، ازاي تشتري لو الموبايل سخن مثلا، او الكلام ده كله. بتقدم لهم نصايح. ايوه. حلو جدا يا محمد. اكيد طبعا يعني. بس ما قصرش على الشعر في حاجه بقى، يعني انت كده خلاص تمام. لا هو الشعر لسه مولود قريب يعني، مش بعيد يعني. من قد ايه انت بتكتب شعر؟ حوالي سنه بعد وفاه والدي. سنه. بعد وفاه والدي. حلو جدا. طيب في خواطر كده صغيره بتكتبها؟ في احنا حابين نسمع كام حاجه كده صغيرين، يعني نحب نسمعهم كده معاك. تمام ماشي. نقول سهر الليالي. طيب اوكي اتفضل. سهر الليالي، سهر الليالي وحكاياته، وناس بتفكر في اللي فات، وناس عايشة على الأهات، وناس تتمنى لو لحظة تشوف غالي عليها مات، حكاية ليل وسهر طويل، نجوم في السماء وقمر جميل، وروح بتسافر بينا مسافات، وبيننا بلاد، وبيننا بحور طريق مسدود، وبتعيش ليه يا ولد الناس على الأوهام، ما دمت عارف إنها مش ليك، شغل بالك وبتفكر في وهم كبير، عايش مستني تحقق التفكير، بلاش يا كبير، بلاش يا كبير تعيش الوهم وتنسى إنك أكيد خسران، مش كل حلم هتحلمه لازم أن يكون زمن العجايب، ولازم نفوق على طول. كنت بقول زيك زمان، نسير القدر يحقق الأحلام، لكن الحكمة والعقل أفضل من الأوهام،
بلاش تعيش يا ولدي على ماضي فات، ركز في كل شيء حواليك واهتم باللي ما بين ايديك، تعيش سعيد وربك راح يرضى عليك. الله يا محمد احسنت. طيب قول لي يا محمد، في ظرف يعني في ظروف اللي فيها البلد دلوقتي، الكورونا، الاحتياطات، التحذيرات اللي دايما بيقولوها لنا، والاجراءات اللي واخدها الدوله ان مفيش تجمعات، ناخد احتياطاتنا وناخد بالنا، تمام، انت ايه اللي قلته وايه اللي انت حسيت بيه كده عن موضوع الكورونا وحبيت تكتب عنه؟ هو موضوع الكورونا هو يعني ربنا الاول يعافانا، يعافي الجميع يعني ويسترها على الجميع ويشفي كل مريض، وربنا يعني يعين الاطباء والجيش الابيض يعني بصراحه يعني هم حماة البلد حاليا دلوقتي، ربنا يعينهم ويوفقهم يا رب، وان شاء الله ربنا يزيح الغمه عن قريب يعني ان شاء الله نتمنى. وانا كتبت حاجه بسيطه عن كورونا يعني انا كنت الاول في قصيده كنت عايز اقولها يعني، بس نسمع بقى عن كورونا ونسمع بقى القصيده بتاعتك. سمعنا عن كورونا الاول. طيب هي الكورونا دي حاجه لسه كاتبها يعني قريب، هي لسه يعني التليفون حتى ما طلعتش يعني، ف بتنصح فيها الناس؟ هي نصيحه يعني، هي نصيحه بس للناس يعني انها تلتزم، يكون في وعي شويه، لان بس طبعا بطريقه شعر بقى على هيئه شعر، لان الناس طبعا الفكره مش انك المرض يا ريت يصيب الانسان وخلاص، انت ممكن تصيب حد غالي عليك، ممكن تصيب حد عز عليك، ممكن انت تشفو وهو يعني يتوفى، فانت هتكون حزين لانه بسببك او كده، هو يعني ربنا يشفي الجميع يا رب ويعديه على خير، ولكن كلنا لازم نلتزم وكلنا لازم يكون في وعي ثقافي فكري ان احنا نهتم ويكون في طبعا حس بالموضوع ان الموضوع خطير فعلا مش سهل طبعا سهل، وربنا يعدي على خير. الكورونا دي انا كتبت لها. طب سمعنا بقى اتفضل. بالكورونا بهدلونا وخلوا العقل من نشاط، ليل نهار بينبهونا وكل كام ساعه في حالات، ده وباء ولا ابتلاء ولا عقاب من الاله؟ احمي نفسك واحمي بلدك والتزم بالإجراءات، ما تخالفش الناس وتمشي بمزاجك في الغلط، اعمل اللي عليك وسيبها، ربك قادر يحفظك، قول يا رب يا كريم ابعد عنا كل داء، حير كل العلماء والأطباء مش لاقيين ليه الدواء، الشباب الصح اللي قام بكل الواجبات طهر بلده والشوارع والبيوت والمحلات، شيء طبيعي في مصر لما يعرف ان بلده في خطر يرمي نفسه ويحمي بلده وعمره ما يخاف من الخطر، مش هنقول كلام كتير، مش عايزين نعمل وتر، كل ما في الامر ان الموضوع بجد خطر، التزم بالاجراءات وربك قادر يحفظك. جميلة قوي، فعلا فيها نصايح الناس تقدر تاخد بيها. أيوة زي ما كل الاعلام بينصحنا. تمام يا محمد. محمد في قصيده انت حابب ان انت تقولها؟ تقول لي انا حابب ان انا اقولها، كلمني عنها الاول. هي القصيده دي لسه مكتوبه برضه قريب بعنوان الغربه، يعني طبعا كل الشباب اللي اتغرب وساب بلده طبعا تعبانين دلوقتي في الغربه طبعاً. وقبل كده برضه تعبانين في الغربه، ودائما اللي بيسافر بالنسبه للكره والكره الصغيره يعني اللي بيسافر بيبقى معروف فيها يعني او بيظهر بسرعه يعني، دائما بيكون الشباب اللي بيظهر يعني او الصاعد بيبقى يشوف اللي جاي من السفر بقى بيفضل يحكي له السفر والغربه وفيه وفيه، وطبعا بيحكوا للناس وهم وبيعلقوا الشباب احبال دايبه كتير جدا. فكنت حابب اعرف الناس يعني ان اولا هو ارزاق ونصيب، انك ليك نصيب في اي مكان بتشوفه يعني. فالغربه طبعا تربه فعلا، والغربه اي انسان متغرب اكيد تعبان مهما كان كفانه، بعيد عن اهله، بعيد عن ولاده، بعيد عن 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 وطنه، هي غربه. فكنت كاتب حاجه عن الغربه طبعا، فيها كام حاجه برضو كده ان شاء الله تعجبكم يعني بامر الله. ماشي يا محمد اتفضل نسمعها. في قعدة تجلي ووقت عصرية، شفت ابن خالتي تحية فايت ومتشيك، والساعة في ايديه بتلمع والشياكة ايه، ويحكي للناس كلام وكأنه أصبح بيه، والناس تسمع كلامه
تجري تقول يا فكيك خدنا يا عم معاك هنشتغل وياك يا ابن السفر بفلوس وانت راجل منحوس هتجيب منين كان باكو عشان تتغرب وكان معدي عليا قلت اناديله تسمح في كلمه يا بيه قال هتكون عايزني في ايه مش فاضي بعدين هنتكلم وسابني ومشي ابن تحيه من غير ما يسلم وقابلني تاني يوم قال كنت بتقول ايه انا كنت مستعجل قلت له الواد ابن خالتي ظروفه على قد ما تكسب فيه صواب عاوز يروح على الخليج الواد يحبت عن امه بشوفكوا يتحول من ريحة البرفان والجزمة والقفطان ما تعمل معاه مجدعة وتصفره وياك يجمع فلوس بالكوم وكم شنطة فيها هدوم على بدلتين كام لون سافر ابن خالتي وكلمني في التليفون قلت نهار ابيض هيقول لي يلا قوم بعتي لك فيزا اتاريه بيبكي ويشكي من الهم قلت له مالك المتغرب وشايل الهم وانا ساكت وعلي حمل تقيل ومتحمل وانا ساكت سافرت بلاد احقق فيها احلامي لكن تمن الغربه كان غالي وكنت اشتغل ليلي مع نهاري والوحده في الغربه زي التربه يا ساده قلت له اصبر على الايام مصيرها تتعود لسه جديد في بلاد غريبه بكره تتعود والصبر رمز الجمال يا واد اتحمل لما المرتب ينزل هتحلى وتهاوي على الفيزا دغري هتجري وتحاول قال لي احاول ايه دي كفاله بفلوس كتير وتجديد اقامه بايه واللي تجمعه من هنا تلاقي له مليون باع ده انا كنت فاكر هشتغل سنتين واجيب فلوس تعمل فلوس وهعد لقيت الدنيا جايه عليا وداست وبتعدي ما خلاص مفيش جنبك لا خالك ولا عمك انت غريب والغريب انك عربي في بلد عربي مع اني بلدي مصر ام الدنيا وكل الدول العربية وفتح زراعها للشرق والغربي واللي بدون هوية وفي ليلة بسمع مسلسل ولاقي أغنية بتقول اللي بنى مصر كان في الأصل حلواني وقلت آه يا بلد ده أنا المر أصبح عنواني ومين يسمع ومين بيشيل عن التاني الله يا محمد احسنت وبشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا النهارده نورتنا في فقرتنا اشكرك اعزائي المشاهدين خلصت فقرتنا بس استنوا باقي فقراتنا من البرنامج مع الاستاذه صفاء البدوي وحوار شيق جدا مع الاستاذ احمد حجازي رئيس مجلس اداره حجازي اكاديمي للفنون بشكركم شكرا جزيلا استنونا بعد الفاصل